بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين التطبيقات الكتابية، الصفحة 146 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. التطبيقات الكتابية: أنجز على دفتري، أصرف الأفعال حسب الضمائر، سار، فعل سار، أنا، أنت، أنت، هو، هي. أنا سرت، أنت سرت، أنت سرت، هو سار، هي سارت. فعل وزن، نحن نزن، أنتما تزنان، أنتما تزنان، هما يزنان، هما تزنان. مثنى مذكر مخاطب، مثنى مؤنث مخاطب، هما مثنى مذكر غائب، هما مثنى مؤنث غائب. صام مصرف في الأمر، أنت صم، أنت صمي، أنتما صما. أكتب كل حرف في المكان المناسب له وأشكل ما كتب بالأحمر، إلى، على، من، ب. يمضي رجال الإطفاء عجل مكان الحريق، فيطفئون النيران المياه المتدفقة خراطيم الإطفاء. إذن يمضي رجال الإطفاء على عجل، على عجل، إلى مكان الحريق، فيطفئون النيران بالمياه المتدفقة من خراطيم الإطفاء. إذن على حرف جر، عجل اسم مجرور، إلى حرف جر، مكان اسم مجرور، الباء حرف جر، المياه اسم مجرور، من حرف جر، خراطيم اسم مجرور. يمضي رجال الإطفاء على عجل إلى مكان الحريق، فيطفئون النيران بالمياه المتدفقة من خراطيم الإطفاء. أحاكي الأسلوب الآتي: ما أعظم الإطفاء، إنه يخاطر بنفسه لينقذ غيره. مثلا: ما أعظم الفلاح، إنه يعمل بجد ليقدم لنا الغداء. أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة مما يأتي: تمدد، مدد، امتد، ممدد. الحريق إلى منزل مجاور، الإطفائي سلم الإنقاذ، المريض على سرير الفحص، الجريح على المحفة. إذن الحريق إلى منزل مجاور، امتد، نقول امتد، امتد الحريق إلى منزل مجاور، الإطفائي سلم الإنقاذ، مدد، مدد الإطفائي سلم الإنقاذ، المريض على سرير الفحص، تمدد،
تمدد المريض على سرير الفحص، الجريح على المحفة، الجريح ممدد. الجريح ممدد على المحفة. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.